في أحد الأيام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل في حائط لأحد الأنصار، والحائط هو البستان. فلما دخل عليه الصلاة والسلام حصل موقف غريب عجيب. يا ترى ما الذي حصل؟ حن جمل، حن بعير عند رؤياه للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأقبل يبكي فذرفت عيناه، فسكن من روعه عليه الصلاة والسلام ومسح عليه حتى هدأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو منزعج: أين صاحب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فأتي بأحد الأنصار فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومعنى تدئبه تتعبه. انظروا إخواني وأحبتي، كيف عرف الجمل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيحن ويئن ويبكي. ثانيا، كيف هدأ الرسول الرحيم من روع الجمل حتى سكن وهدأ؟ ثالثا، عرف شكواه وأدى الرسالة إلى صاحبه. رابعا، انزعج المصطفى عليه الصلاة والسلام فخاطب صاحب الجمل لكي يتق الله سبحانه وتعالى في هذه البهيمة التي ملكه الله إياها. ولأجل ذلك نبه المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الأنصاري مالك الجمل، ونبه غيره من المسلمين إن هذه البهائم على الإنسان أن يتق الله فيها، على الإنسان أن يرحمها فيستعطفها لأنها تتأثر. وقد سمعنا أن هذا الجمل بكاء، عنده مشاعر، عنده أحاسيس. لأجل ذلك خاطبه عليه الصلاة والسلام قائلا: إن هذا الجمل يشكو منك أنك تجيعه وتدئبه. يقلل عليه في العلف ويتعبه بعد ذلك ليحمل عليه الأثقال. ما هذا من الإيمان؟ ما هذا من الإنصاف؟ ما هذا من العدل؟ ما هذا من التقوى؟ ولهذا خاطبه بقوله: اتق الله. إخواني وأحبتي، كم من إنسان عنده بعير وعنده ثور أو بقرة أو أغنام لا يحسن التصرف معها، فليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن التصرف، فيرحم الحيوان كما يرحم الإنسان. خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. خير البرية نظرة نظرة إلي، ما أنت إلا يا حبيبي كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل، جدلي جدلي بوصلي.